السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ده اخر فيديو في سلسلة ازاي نحب التاريخ وازاي نقرأ فيه. اول فيديو اتكلمت عليه ان يعني ايه تاريخ. الفيديو التاني كنت اتكلمت عن انماط الناس بتقرأ عن التاريخ. اخر فيديو هقول لك ازاي تستفيد من التاريخ او ازاي تحول الحاجات اللي انت بتقرأها ديت للواقع عندك. اول حاجة حابة اشكر ايمان عبد الناصر، هي اللي ساعدتني ان انا اطلع الفيديوهات الحلوة ديت. هي كتبت السكريبت بتاع الفيديو اللي فات والفيديو ده، مبسوطة جدا ان انا اشتغلت معاها. طيب ازاي ممكن استفيد من التاريخ في الواقع وده بشكل عام؟ اول حاجة القراءة الكتير في التاريخ، دي اول خطوة هتوسع في مداركك وكمان هتخلي عندك خبرة كبيرة من اللي قبلك. تاني حاجة تركز مع نفسك ومواقفك وتسترجع مع نفسك كده في اخر اليوم موقف، هو انا عملت كده ليه وده ممكن يؤدي لايه، اسباب ونتائج يعني، وتحاول تعدل الخطأ. ده هيخليك تفهم نفسك اكتر وتكون صريح معاها. تالت حاجة اتعامل مع اي شخص بتقابله انه شخصية تاريخية، يعني اتعلم منه الحلو وابعد عن الوحش. رابع حاجة لازم تعرف ان لكل وقت اذان او لكل مقام مقال، كل كلمة بتقولها ليها اثر ومكان بتتقال فيه. طيب انت دلوقتي هتقولي انا دلوقتي بقرأ عن صلاح الدين او اي شخصية تاريخية تانية، ازاي اتعلم منها؟ اول حاجة اعتبر نفسك بطل الموقف وفكر بوجهة نظره ووجهة نظر الشخص التاني، ده هيفيدك جدا في تغيير تفكيرك ويخلي عندك مرونة في انك تلعب اكتر من شخصية، كمان هيزيدك خبرة. واقولك حاجة كمان، فكر في الموقف بشخصيتك انت وشوف كنت هتعمل ايه لو كنت انت في الموقف ده. ممكن ما تقرأش مثلا باقي الاحداث الا لما تلاقي حل المشكلة الموجودة. هديك مثلا، لو انت مكان صلاح الدين وعرفت ان الصليبيين هيهجموا على بلادك هتعمل ايه، وبعدين شوف صلاح الدين عمل ايه وشوف ايه اللي هيجيب نتيجة أفضل. تاني حاجة شارك الموقف اللي قرأته بعد ما عملت كل ده مع أقرب الناس ليك وخد رأيهم، أعتقد إن هيكون حاجة ممتعة. اعتبر لو عندك مثلا حد معاك في الشغل ليك معاه عداوة وهو الصليبيين وانت صلاح الدين، وشوف موقف العداوة بوجهة نظر صلاح الدين للصليبيين وبعدين بوجهة نظر زميلك وشوف ازاي ممكن تتصرف عشان تحل العداوة ما بينكم. او موقف تاني مثلا، ازاي عبد الرحمن الداخل بنى دولة لوحده وتغلب على كل اعدائه وكمان عمل نهضة للدولة وحماها. تخيل نفسك مكانه وعندك مشكلة خارجية مثلا مع حماتك وان في ناس في محيطك ليهم تأثير سلبي على حياتك، وتخيل نفسك عبد الرحمن الداخل وحلل المواضيع بنظرته. الموضوع صعب ولكن لذيذ، ولو استخدمت اهتماماتك وميولك في حل مشاكلك هيفرق جدا. رابع حاجة قلناها قبل كده هي مراجعة نفسك وازاي تعرف تقاومها، وده استغلال لتاريخك انت. وكده انا خلصت الفيديو. تعرفين انا مبسوطة ليه؟ لان اول مره ابدا سلسله وانهيها. انا كل مره بقعد ابدا السلسله ومبعملش منها غير فيديو او اتنين والحمد لله ما بتتنهيش. فده اكتر حاجه مفرحاني في السلسله دي ان انا خلصتها. فاتمنى تكون استفدتوا بالفيديو، ولو في اي اسئله تانية هسيب لكم لينك الانستجرام ولينك صفحتي على الفيسبوك، بحيث ان احنا ممكن نتكلم مع بعض. لو في حاجه تانية محتاجين تسالوني فيها او كده فانا هبقى مبسوطه جدا جدا. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اي حاجه جديده انا بنزلها. شكرا جدا لكم، مع السلامه.